طب الموضوع الأهم، حضرتك شفت النهارده المؤتمر الصحفي لبريرا، رأيك في التحكيم في مصر هيبقى عامل ازاي السنة اللي جاية؟ وجهة نظرك في وجود بريرا؟ انا شايف ان ما كانش ليه دور يبقى يمشي، وانا شايف ان السنه اللي فاتت ما كانش ليه دور يا كابتن اسلام. السنة اللي فاتت هو قال انا ما انا كنت بتفرج، وقال ايوه انا هبدأ من السنة دي. ايوه ماشي. ايوه وبعدين للاسف ان التحكيم عندنا في مصر محتاج دفعه قويه جدا، حقيقي. ومحتاج تعديل في حاجات كتيرة جدا، محتاج تعديل في شخصيات، محتاج تعديل في في لجنة. شخصيات دي مهمة جدا. ها برضو كان في بعض المجاملات لبعض الأندية السنة اللي فاتت بشكل فج، اوكي. بشكل فج، مش أهلي وزمالك عشان برضو يبقى الكل عارف، يعني بشكل فج. حضرتك شفت منها كتير لا يعني. لا لا لا، ده انا شايف وعايش وداخل في المواضيع دي بشكل كبير جدا. ف يعني اتمنى ان ده ما يكونش موجود السنة يكون الجاية. في رقابة أشد من كده. اتمنى ان الناس اللي تبقى مسؤولة عن لجنة الحكام تبقى ناس عندها شخصيات قوية، عندها عزة نفس واحترام ذات، ولا تقبل أي إملاءات. أتمنى ده والحقيقه كابتن ده اللي دايما النادي الاهلي بينادي بيه. يعني احنا خدت طبعا. انت خدت الدوري السنه اللي أيوة فاتت، وفي نفس الوقت انت بتطالب بتطويل التحكيم، بتطالب بالظبط ان الحكام ياخدوا. شوف حضرتك بتقول ايه، طبعا وحضرتك بتطالب لجنه الحكام ان هي تدي للحكام حقها. طبعا ما هو عشان ما حضرتك قلت في الاول بالظبط، عشان اقدر كلاعب احاسب زي اللعيب زي اللعيب، عشان بالظبط اقدر كده، احاسب الحكم. ده كلام سليم، طب اديله فلوسه، ده كلام سليم. لكن انا مقعد عليه 28 مليون جنيه لغايه وقت ايوه قريب، والله لغايه قبل ايوه السنه ما ايوه تبدا. ايوه 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 ضروري. فانا اتمنى الحقيقه ان يكون الملف ده محتاج شغل كتير جدا جدا يا كابتن اسلام، ملف التحكيم ده والله العظيم. طبعا واضح ان هو هيبقى، نتمنى ان تكون البدايه يا رب يا الفتره رب. اللي جايه.